قد تزيل هذه الجرافات ساترا أو متراسا وتفتح طريق القوات الحكومية، لكنها لن تزيل فكرة ولن تفتح طريق الحكم الهادئ للعملية السياسية الفاسدة. كثيرا ما شاهد العالم مثل هذه المناظر، آلة قمعية مفرطة واستبداد دموي يرغم المتعبين على استراحة محارب، لكنه لا ينسف مشروعهم الثابت المتجذر بإرادة الوطن. لم تكد تفرح العملية السياسية بالعراق ببث ورقة نعي ثورة تشرين من ساحة التحرير حتى فوجئت بحياة جديدة لها كتبتها المحافظات الجنوبية بذات المطالب وبنفس الهدف: إصرار على إكمال مشوار الثورة حتى وصول العراق إلى حياة سياسية تليق بعظمة تاريخه وعلى قدر طموح شبابه وتضحيات الشهداء. صحف عربية ودولية أجمعت على أن ثورة تشرين تعد الشعلة التي أضاءت طريق مستقبل العراق. صحيفة العرب الجديد تقول إن ما يشاع هذه الأيام بأن ثورة تشرين خف صوتها وقل زخمها وانكفأت إلى داخلها، أو أنها انتهت ولم يبق منها سوى أصوات متفرقة، فهذا ضلال مبين. فالثورة ما زالت جذورها تمتد في معظم المدن العراقية، والأهم من ذلك كله أن الثورة مصرة على تحقيق كامل أهدافها. واشنطن بوست لم ترى في عدم تغيير النظام دليلا على فشل الثورة، حيث تقول إن ثورة تشرين لم تسقط النظام السياسي بالوقت الحالي، لكن أهم ما حققته أنها غيرت في طبيعة الاحتجاجات وعمقت الفهم الثوري لدى المتظاهرين. وربما هذه النقطة هي الأهم في هذا المسار التاريخي. تعميق المفهوم الثوري كفيل بتعرية النظام بكل أبعاده وإثبات فشل قاعدته بالنسبة للعقل الجمعي للجمهور العراقي. ولم تعد هناك أي وسيلة لإعادة ثقة الشعب العراقي بإمكانية إصلاح المنظومة الحاكمة بأحزابها وشخوصها.